بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة بنت الوادي الجديد للأشغال اليدوية. إن شاء الله النهاردة هنقص مع بعض ملاية طقم سرير كبير. بس قبل ما نقص السرير عايزة أوريكم بس حاجة عشان تبقوا واخدين بالكم منها. من القماش، في القماش ده اللي هو طالع جديد، الثري دي ميزته إن أنت ممكن ما تعمليش فيه كرانيش ولا أي حاجة، بتبقى الملاية بتاعته أصلا سادة، يعني ما فيهاش كرانيش ولا أي شغل، هو مش مبقاش محتاج. لكن بالنسبه لو هتعملي كرانيش وحاجات للسرير الكبير او سرير الاطفال، القماشه دي هنعمل منها برضو للسرير الكبير وللسرير الصغير، دي هنقصها مع بعض في يوم تاني. حبيت بس اوريكم، بتبقى الخامه دي تستاهل ان انت تعملي منها كرانيش كده، ده ما بيبقاش محتاج ان انت اصلا تعملي منه كرانيش. ماشي، دي لغايه ما نكون هنقصها مع بعض في يوم تاني. هنبتدي بقى ايه، عشان اعمل ملايه للسرير الكبير هجيب مبدئيا 5 متر، ده في حاله ان مش هعمل كرانيش. لو القماش التاني هنجيب منه 5 5 ونص على حسب ما انت تعملي كرانيش. نيجي اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم. هو 3D بصراحة نازل منه الوانات في منتهى الجمال، فمبقاش محتاج. ممكن تعملي كرانيش على الخداديات بس، يعني هي دي اللي ممكن تعملي على الخدادية، لكن كيس مخدات والملاية نفسها مبقاش محتاج. اول حاجة عندي انا بشوف رسمة القماش ده، الناحية اللي احنا كده كده بنقص بنقيس منها القياس بيبقى كده، اديكي 5 متر كده، ده التوب بيبقى عند الراجل بالمنظر ده بيقيس لي 5 متر. الملاية بنقيس 2.5 متر وهنقطع مش هنعمل فيها اي حاجه. الاطفال بناخد من العرض نعمل منه كيس مخده، لا هنا 2.5 متر بنسيبهم زي ما هم، ما تقصيش منهم اي حاجه. يبقى 2.5 متر هاجي من هنا اهو، الجنب ده اللي بيقص انت منه، الراجل بيقص لك منه، ده ما بتلاقيش جنبه، هيقيس من اول هنا البدايه 2.5 متر. طبعا انا هحتاج معايا مزوره زي دي سهله، اشتريها من اي مكتبه، لازم تبقى معاكي عشان القياس. بسم الله الرحمن الرحيم، هتقيسي 2.5 متر. هي طريقة سهلة وبسيطة، والمشاريع دي يا جماعة حلوة جدا لأي ست في البيت عايزة مشروع تعمله في البيت. الملايات حلوة أوي ما شاء الله، مشروع كويس. هقص أنا ايه، هقيس 2.5 متر، 2.5 متر، 2.5 متر، من 5 متر بيتبقى لي 2.5 متر. 2.5 متر دول هنطلع منهم المخدتين والخداديتين، هقص وارجع لكم تاني. كده خلاص احنا قصينا ايه الملاية 2.5 متر، ده بيجيني 2.40 متر، ده عرض القماش اساسا في التوب نفسه 2.40 متر زي ما هو، بس فيه 2.5 متر. يبقى احنا كده ايه خلصنا من الملايه. لكم يا بنات 3D جميل تحفه ما شاء الله، كانك عامله مفرش بالظبط مش طقم سرير. كده دي هنشيلها خالص، الجزء بقى اللي اتبقى من نشيل كده الملايه اللي اتبقى من، طبعا نطلع منه قلنا المخده كيس، 2 كيس مخده و2 خدادين. كيس المخدة اسهل حاجة، لو انت متعرفش تقصي خالص هتجيبي كيس مخدة عندك تكون مقاسها مظبوط عندك ومرتاحة، هتحطيه وتقيسي عليه. طب هو في الطبيعي بيبقى كام، 90 سنتي اللي هي 45، لو طبقت القماش كده اهو بس 45 سنتي من هنا بس، الناحية مطبوقة معايا على 2، يبقى 45 و45 يبقى 90، وبعدين ايه بقص. طب انا عايزة اجيب الرسمة دي معايا، فانا هاخد معايا القماش ده ايه، هيبقى 90 في 1.5 متر، يبقى 45 على 2 في 1.5 متر. يا بنات هنقيس دلوقتي وهنشوف. قيس من هنا، من هنا كام، 45، ادي 45، اخدها على ايه، على 2، تبقى مطبوقة معايا على 2. كده انا هعمل ايه، كيس مخدة، ده كيس المخدة. بظبط معايا القماش عشان يطلع مظبوط. بوريكي انت رسمتي في البداية هتعملي ازاي، طبعا انت لما هتعرفي بعد كده هتطبقي القماش على 4 ويطلع معاكي الكيسين مرة واحدة، مش هتحتاجي ان تقصي كيس كيس، بس عشان في الاول بنتعلم مع بعض. كده احنا خدنا من هنا 45 ودي 45 كأنه ايه 90. طب انا هاجي لطول الكيس المخدة، في الطبيعي خليه 1.5 متر، الا لو انت عندك زيادة او اقل قيسي على الطول اللي معاكي، بس هي خليها 1.5 متر. انا بقيس بالمزورة على طول المزورة، هي المزورة دي 1.5 متر، انا بقيس 1.5 متر وبعلم. انا هجيب القماش من الاول هنا عشان يبقى ايه مظبوط معايا. كده اظبط اهم حاجه القماش عشان لما اجي اخيط ما يطلعش جنب اطول من جنب، يريحني ساعه الخياطه.
لو كنت طبقتي القماش على طول على اربعه هيطلع معايا قماش هيبوظ مني، هيتهدر مني فيها قماش كتير. لكن لما بتظبطي كده انت وتاخدي القياس بالراحه بيطلع معاكي، بيزيد معاكي حته قماش تعمليها كورنيشه بسيطه على الكورديليات بتديهم منظر حلو. رغم ان هو 3 دي بصراحه مش محتاج اصلا اي حاجه فيه. هنتاكد برضو ان احنا هنا معانا 45، وياخد متر ونص، متر ونص يعني طول المزورة هياخد، يبقى هنا متر ونص. طب اتأكد ان هنا برضو ايه 45، هنا جاية معايا زيادة شوية. حاجة تظبط القماش 45، اتأكدي من قياساتك مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تحسي ان قياسك صح. ادي المتر ونص، اجي عندها ايه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده بنطلع اول ايه اول كيس نخد. زي ما قلت لك انت بعد كده هتطبقي القماش على اربعه، يطلع معاكي الكيسين مره واحده، مش هتحتاجي ايه تعمليها كيس كيس. بس انا عشان بوريكم مع بعض في البدايه انا بقص كده عشان في مفرش تحت الترابيزه، لو قصيتي مره واحده هتبوظيه، المفروض كنت شيلته كده. احنا ايه كده اول كيس نخد. نفس الطريقة هنقص الكيس التاني، هقص الكيس التاني وارجع له. نيجي بقى نقص ايه الخدادتين، احنا كده قصينا الملاية والاتنين كيس مخدة، هنقص الخدادية. دلوقتي انا لقيت المنظر ده هعمله للوشين بتاع الخدادية، هستغله في كده لان لقيت عند القماش هنا هيبقى لون تاني، هيبقى نص ونص. لا انا هخلي ده للوشين، هنستغل دي. طب هاجي اعمل خدادية هعملها ازاي؟ ادي الجزء ده وانا هنستغل الاثنين. ادي الخدادين هنا ده الظهر بتاعه. قال هي لو انت بعتيش برضه هتحطي خد مقاس على مقاس اهو، خدادين دي على دي وهتقص. طيب ماشي دي حاجه. الحاجه التنديره هتخليها عاديه خالص ده الظهر طبعا، هوريكم بس حاجه. دي احنا كنا عاملينها بكرانيش، هوريكم برضه دي بتتعمل ازاي عشان لغايه ما نقصها في فكره طقم تاني ان شاء الله. انا هقص ثلاث اجزاء، المفروض انا دي الظهر وده الوش، واقص عندي جزء هنا عشان المخده لما اجي ادخلها واثبتها هنا اهو تبقى ايه متحكمه فيها. انا كده حكمين، دي ثلاث حاجات هنقصهم مع بعض. دي اللي اهو لو فاض معاكي قماش بحته قماشه صغيره ممكن تعملي ايه كورنيش، بس لو طلع من نفس يعني قماش غير القماشه دي هيبقى احلى، يديها منظر احلى. طيب هنيجي احنا نقص دي، احنا قلنا هنستغل المنظرين دول. فاول حاجه هعملها هنطبقها الاثنين عشان نقصها، يبقى معانا الوشين بتاعت الخداديات، ونقص الظهر من التاني. الخدادية حسب المقاس، عندك 65 عندك 70 براحتك حسب انت ايه. كده احنا قصينا الاتنين، ده معانا قطعتين اهو، هنقص لهم الظهر بتاعهم. ظبطت القماش هقص الظهر، ادي واحدة بسم الله الرحمن الرحيم، دي القطعة اللي هتبقى في الظهر، دي ادي واحدة. هاخد برضو نفس المقاس دي عشان تطلع معايا الظهر التاني، دي مع دي. استغلي القماش يعني ما تفرشي انت قصتي كده وخلاص، لا حاولي ان انت تستغلي ايه القماش هيطلع مظبوط معاكي. انا كده قصيت الايه الخدادتين. وش وظهر ماشي كده، يبقى احنا ايه عملنا الخداديتين والمخدتين. الجزء ده انا هقص منه القطعتين اللي انا قلت لكم عليهم ايه بيمسكوا لي الخداديه اصلا، الجزء اللي هو ده عشان لما اجي اركب الخداديه يبقى ايه ماسك معايا، يديها منظر برده من راح اكمها كويس. فانا هقص القطعتين برده كده اهو،
بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انتي تقصيهم يعني ايه بالنظر، ملهمش قياس معين، تعملي حساب ان انتي عبال ما تتنيهم وتعملوا اوفر يبقى ايه مساحتهم كويسة. بس هنا باشا مديني ايه، يبقى على قطعتين بقى كده ايه، تبقى دي هوريكي برضو الفكرة بتاعتها لغاية ما نقفلها مع بعض على المكنة. يبقى ادي جزء اهو، ده الوش، الوش والظهر. طب انت تخيطي على الظهر، انا بوريكي بس المنظر. الجزء ده بيبقى راكب معايا هنا في الظهر، بيحكم لي ايه الخده دي، يطلع معايا المنظر كده. حبيتي بقى تعملي كرانيش ماشي، ما حبيتيش هو 3 دي مش محتاج. فان شاء الله هنبقى نقفله مع بعض. ادي كده الخدتين واتنين الملايه كسر المخد. انت قصه كمان بمقاس كبير يعني هيريحك، وانت هتعملي خياطه وعاملين حساب الخياطه طبعا والاوفر بالنسبه للمخدات والخداديات. الملايات يا دوب هتتنيها تانية بس صغيره، هنشوفها لما ان شاء الله نيجي نقفلها على المكنه باذن الله. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.